سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق لا يستجيب على الهاتف سامسونج. نقوم بالضغط هنا على تطبيقات سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الميسنجر الخاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي الخاص بكم. بهذه الطريقة نكون وقد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.